السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام. اليوم معنا صنع جهاز كشف الذهب من الراديو، يعني راح نحول هذا الراديو الصيني اللي الجديد اللي نشتريه من الأسواق لجهاز كشف الذهب. بالتفصيل راح أشرح لكم إن شاء الله، خليكم معي أخواني الكرام. بس يا ريت تعملوا إعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتدعمونا، بنكون شاكرين للطفكم. خليكم معنا في هذا الفيديو، نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الراديو الصيني زي ما انتم شايفينه، وانا ماد منه سلكين. شو سويت فيه من الداخل؟ خليني افتح لكم اياه وافرجيكم كل اشي من الداخل بشكل مزبوط. هذا هو الراديو زي ما انتم شايفينه، يعني للمعرفة. راح افتح الراديو انا الان. شوفوا اخواني الكرام، هذا الراديو من الداخل، شوفوا كويس اخواني الكرام. الراديو الصيني كان مربوط من هذول السلكين، شايفينهم هذول السلكين، هذول السلكين كانوا مربوطات هون هون وهون. كل اللي عملناه حتى نحول الراديو فقط شيء واحد، حطينا سلكين محل السلكين هذول اللي ممدودات. هذول السلكين اصلا موصولات بملف صغير اللي هو ملف التوليف. الآن احنا مش بحاجة لملف التوليف، لذلك استغنينا عنه وبس ربطنا محله السلكين اللي بدنا نمدهم للملف تبع كشف الذهب. الآن خلينا يعني شغلة بسيطة، ما حركنا شيء، ما حركنا هاي الدائرة نهائيا، ما لعبنا بأي شيء، فقط سلكين محل السلكين هذولا ومديناهم للخارج. الآن راح نركب الراديو بكل سهولة لأنه على براغي، وراح إيش نفرجيكم دائرة صغيرة فقط، دائرة مكونة من ترانزستور، من مكثفين أو ثلاث مكثفات، ونربطهم مع 6 فولت، وبنشغل الملف اللي هو ملف كشف الذهب عليهم، ومن ثم يبدأ العمل الراديو مع هذا الملف. الأمر بسيط جدا جدا، خليكم معنا لنبني دائرة كاشف الذهب. الآن الدائرة الصغيرة نبنيها مع بعض خطوة بخطوة، خليكم معي أخواني الكرام. الآن نبدأ بالتجميع قطع الدائرة. عندنا ترانزستور 2N 3904 راح نثبته هون عشان نبدأ نشتغل على هذا الترانزستور. عندنا مكثفين 104 راح نثبتهم بالطريقة اللي راح تشوفوها إن شاء الله تعالى. هذا الإيمتر البيس والكوليكتر. راح نبدأ نربط المكثف 104 بين البيس أو القاعدة أو الوحدة والمكثف، عفوا بين القاعدة والإيمتر بالطريقة هاي. المكثف الأول ثبتناه بين الإيمتر والقاعدة، وراح نثبت المكثف الثاني اللي هو برضو 104 بين الإيمتر والإيمتر عفوا والكوليكتر اللي هو المجمع، إيمتر كوليكتر، راح نثبت بينهم هذا المكثف 104. أخواني الكرام، الآن راح نثبت المقاومة 10 كيلو على القاعدة تاعت الترانزستور بهذه الطريقة. الآن أخواني الكرام، هذا المكثف 220 مايكرو، راح أثبته بين الإيمتر والمقاومة من الخارج. الآن أخوان الدائرة الصغيرة تبعتنا مكتملة. الآن عندنا هذا السلك ربطناه اللي هو سالب البطارية، راح يكون مع الإيمتر مشبوك، والموجب راح يكون مع طرف المقاومة من هون. أيضا عندنا السلاك الملف سلك مع المذبذب بشكل مباشر، وسلك بعد المقاومة 10 كيلو، هذول راح نربطهم مع الملف وهذول مع البطارية وإلى التجربة. الآن بينين دائرة وشبكناها مع الراديو، طلعوا كيف شبكنا البطارية بالسالب والموجب بالإيمتر وقبل المقاومة، وعندنا الإيمتر وعفوا مع الإيمتر مع المذبذب تبع الترانزستور مع الراديو ومع
الملف اللي اشتغلنا. الامور واضحه ان شاء الله تعالى عندكم. خلينا نجرب بس كاشف الذهب اللي صنعناه على خاتم ذهب صغير زي ما انتم شايفين، نشوف استجابه هذا الجهاز لهذا الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يحتاج معايره بالبدايه، يعني النغمات في اخواني هذه الموجه راح يكون فيها مجموعه كبيره من النغمات راح تختاروا بينها. هاي النغمة مش واضحة كثير للاستجابة، خليكم معنا. يعني الآن شايفين برضو النغمة مش كثير، خلينا نغيرها. مجموعة كثيرة كبيرة من النغمات حلوة، اطلعوا هاي النغمة حلوة كثير للاستجابة. اطلعوا ايدي فاضية الان الا تتلامس الملف، يعني تخربط اوضاع الملف، لكن اطلعوا على الخاتم شو بده يصير. يعني الاستجابة لهذا الخاتم كبيرة جدا، خاتم مصنوع من ذهب. مرة ثانية خلينا نعيد التجربة، وهذا على خاتم صغير، لما يكون المجموعة أكبر طبعا الاستجابة راح تكون أكبر. طلع أظن التجربة واضحة قدامكم. أخواني الكرام شوفوا النغمة هاي، يعني وضوحها وضوح تام. طلع الراد الخاتم ما اصغره يستجيب له. يعني غير اتجاه النغمة كامل. اخوانا لا تنسون من اعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والدعاء لنا بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.